راهوش اليوم البنات هما البيجامه ديال الكرتونه غنصدمكم بالثمن، غنقول لكم 1000 ريال. شوفوا البنات 50 درهم هادو اليوم كادو فابور بيجامه. شوفوا التل غيبقى 80 درهم 120 80 درهم. يلا اللي باقا ما خداش بينوار ها هو 80 درهم بينوار البنات وكانيش. شوفوا حتى هما اليوم 99 درهم تليكيداو من 130 ل 99 درهم. غندير لكم بهادي هي الاولى موبراسور. شوفوا ليا هاد الموديل البنات ما شاء الله موديل غزال بيجامه حتى ال 5 اكس ال هادي. شوفوا تبارك الله قداش و 130 حتى هي ما نساوهاش 150. هاد جابادور كي جات حتى هي غزاله. شوفوا لي المبره ديالها كيفاش. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. وبلاش كعرفتوني فين رجعت بكم، رجعت بكم المحل ايفان ديال البنات اللي كانت تفتح في سيدي معروف، اللي كانت تبارك الله في الافتتاح كان دار ضجه على الموديلات البيجامه اللي ما تلقاوهمش كاينين في السوق، موديلات اللي كتكون حصريه عندهم. واليوم واحد الهوته البنات، واحد الهوته غنصدمكم كما صدموني انا اليوم ان شاء الله. غتاخدي البيجامه هادي ديال الكرتونه البنات 50 درهم 1000 ريال ما يمكنش. اليوم ان شاء الله كاين واحد ليكيداسيون في المحل باش انكم تستافدوا وتقداو البيجامه. ارقى الموديلات باقل ثمن على المحل ايفان ديال البنات اللي كيتواجد في سيدي معروف. النعت كاين باين واضح ان شاء الله في سيدي معروف ونفاس مع قيصريه الاميرات، المحل اللي تيديروا التوصيل في كازا وفي خارج كازا، وتيبيعوا بعض الموديلات ديالهم تكيبيعهم بالجمله. اجيو معايا حنا في سيدي معروف. النعت باين قيصريه الاميرات هي هذه، ها نتوما المدخل رقم 2، المدخل رقم 2 ديال قيصريه الاميرات هو هذا، والمحل ايفاندي هو هذا. مرحبا بكم، كيحلوا طيله الاسبوع ما تيسدوا حتى شي نهار، تيحلوا من 10 ياك من 10 حتى ل 10 تاع الليل، من 10 حتى ل 10 ديال الليل. السبت كيحلوا بكري 9 دونس باش الناس تجي تتقدى بكري. نبداو ان شاء الله على بركه الله وكيف العاده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا عنده وحنا يبارك لنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركه الله. والبيجامات اللي كانوا لقاو اقبال بزاف هي 3 بياس ما شاء الله، والثمن اللي كانوا كيتباعوا بها. خليكم معايا ان شاء الله باش نكتشفوا الجديد وبالاثمنه والهوتات لي ان شاء الله. باول موديل اللي هي هاد البيجامه هكا مخدومه بالصدف، شتو المبره هنا الجياب، السروال تيجي في اللون اللي كاين هنايا وبالصدف وبالكول. هادي حتى هي فيها اليوم تخفيض، شحال غتبقى؟ 120 120 درهم بدل شوفوا 140. عندي فيها هاد اللون هذا اللي ملبوس، عندي فيها هاد الفيغ او، هذا فيها الفيغ او ها هو، فيها هاد الترابي هذا، وفيها الموف حتى هي كتلبس من ال حتى الدوبل اكس ال 140 120 درهم باش غتبقى لكم. نشوفوا هذه حتى هي، هي حدايا هذه البنات حتى هي فنه، هذه من دوك التوب كيفاش كيكون بحال شكل كشمير ها هو، ها نتوما كتكون هنايا هاد الطريزه. شوفوا السروال تيجي في هذا الشكل حتى هي، فيها الوينات كتلبس من ال حتى الدوبل اكس ال حتى الدوبل اكس، فيها اللون اللي ملبوس الموطاط، فيها هاد الموف هذا، وفيها البيج. بالنسبه للسروال ديالها كيجي هكا فيه السيوره شفتوا، وبالجياب من هنايا، وتا هو الثوب ديالو زوين ثوبو متين. هادي قالوا لي الدراري ما كاينش اللي كتدخل المحل وما تقداش منها. الثمن ديالها 150 درهم بدل 180 درهم هادو البنات، 150 بدل 180 هاد الثوب هذا. هاد جابادور البنات انا كنصور لكم غير داكشي اللي ملبوس، عاد ندير لكم جوله ان شاء الله. هادي جابادور هكا حتى هي فيها الدونتيل هنايا هكا بالصدف، شوفوا لي هنايا الكميمات حتى هما فيهم هاد الدونتيل، كتكون فيها هنا هاد القطعه هادي حتى اللي بغات هكا الحوامل المرضعات، وهادي مبره هكا مدوبله، مبره هنايا كتحس بها مصوفه بالسروال ديالها. هادي كانت كتباع ب 170 غتبقى لكم 150 درهم ياك يعني. كانت 160 كانت 160 غتبقى ب 150 درهم. ها هي شوفوا لي فيها هاد البوغدو هذا مغلوق، ها هو البوغدو، فيها الغوز كاشيري، فيها هاد الباج هذا ترابي، فيها الكري، وفيها هاد الفيغ هذا. هادي هي التلوينه، حتى هي كتلبس من ال حتى الدوبل اكس ال. ليا هادي البنات حتى هي هادي 99 درهم 120 99. هادي الثوب العجب اللي كيتسمى اللي كنقول لكم الثوب ديال تركيا سخون، كتجي فيها هادي طرزه هكا هنايا
كتجي من هنايا شتو ستيل ديالها ها هي وفيها الالوان هادي تاهي تسولد الدبل 99 درهم في هاد الخزي هذا في هاد الترابي في هاد الموتارد في هاد الغوز فيها الكري وفيها هاد الموف فيولي هذا عاود شد لي هذاك ما بانش مزيان فيها هاد اللون كتلبسها هي من ال حتى الدوبل اكس ال 99 درهم الموديلات هادو نشوفوا هاد الموديل هذا اللي كيجي بيجامه هكا ستيل سورفيت بهاد الكانيش هكا هانتوما شوفوا كيفاش كيجي من الداخل يعني مصوف من هنا وعلى برا وكيجي بالقب مبرا وبالسروال كذلك مقبوط هذه فيها الالوان شوفوا الالوان ديالها والمقاسات فيها من الميديوم حتى الدوبل اكس ال فيها هاد الكري هذا هانتوما فيها لوينات زوينين هادي فيها هاد الكاشيري هذا ها هو فيها هاد الترابي ولا هاد الكريمي هذا ثلاثه الالوان فيها الغوز فيها الغوز فيها الكريمي وفيها هاد الكري هذا والثمن ديالها 140 درهم 140 درهم عندي هادي حتى هي كتجي هاد ستيل هكا حتى هي من هنايا هكا كانيش الكول كيجي طالع هكا بالسنسله الجياب هنايا وبالسروال بهاد الستيل هذا شوفوا ليا ما شاء الله وتا هي كيتبدل غير اللون ديال السروال عندي هاد اللون اللي ملبوسه هو عندي الازرق عندي هذاك البريك وعندي المارون وبالنسبه للمقاسات من ال حتى لدوبل اكس ال وتا هي الثمن ديالها 140 درهم هانتوما البنات 150 140 كلشي ناقص يعني البيجاما كلها اي بيجاما ناقصين فيها الثمن اليوم ان شاء الله بالنسبه لهذا الموديل كاين بزاف الموديلات اللي بحاله نشوفوهم كاين هذا حتى هو بحالهم هذا التوب ديالو هكا سخون ولكن خفيف شتو سخون وخفيف كتجي حتى هي بالقب كتجي في هذا الستيل هذا سمح لي فيها الكري فيها هذا الاصفر هذا فيها السومو وفي هذا الازرق هذا شو المقاسات ديالها من ال حتى دوبل اكس ال والثمن ديالها حتى هي 140 درهم 140 السروال كيجي هكا حتى هو شفتوا حتى هو فيه هنايا السيوره وبالجياب هذه تشكيله موديل اللي يعني كيشابهوا لبعضياتهم الموديل هذا اللي كان 150 شحال غيبقى اليوم 140 عندي هذا حتى هو داك التوب داير بحال الكانيش سخون هكا وهذه مطروزه وعطيني السروال ديالها ها السروال ديالها كيفاش كيجي ها انتوما السروال ديالها كيجي حتى هو فيه الجياب وهذه مطلوقه ماشي مقبوطه وعندي فيها الالوان فيها داك الازرق فيها الكري فيها هاد السومو هذا ها انتوما وفيها الزرق يعني فيها ثلاثه الالوان فيها الزرق وفيها السومو وفيها الكري وريني غير السروال ديال الكري الكري كيجي السروال ديالها هكا ها هو باش يبان ها هو السروال ديال الكري غير اللون غير اللون غير اللون والغوز نشوفوا السروال ديال الغوز ها السروال ديال الغوز هو هذا كتبقى 140 كاينه هادي ديال البيكالا حتى هي 140 كتجي هكا ها نتوما كتجي كانيش من هنايا حتى هي من ال حتى لدوبل اكس ال هادي الدوبل ديالها فيها حتى هي هاد الموف فيها هاد الغوج بغيك فيها الكري وفيها الباج كتبقى 130 درهم ها نتوما شتو البنات 140 دابا بقات لكم 130 هادي اللي شفنا نفس التوب ها هي في هذا الموديل هذا حتى هو توب هكا خفيف وسخون فيها هاد الطريزه كتجي طويله كتجي طويله من الظهر وقصيره من القدام السروال ديالها كيجي هكا اجي حلي السروال عافاك السروال ديالها كيجي هكا ها نتوما ضغوة ماشي مقبوط وتا هو بالجياب بيجامات زوينين توب ها هما عندي فيهم هاد الزيتي هذا عندي فيهم البيج عندي فيهم الكري وعندي فيهم باج اخر هذا ها نتوما هاد السروال هادي بحال هادي هاد اللون ديال السروال اللي فيها والكري هاد اللون ديال السروال اللي فيها كيمشي اللون باللون هادي حتى هي 140 شحال تبقى 130 130 درهم سير كاين هادي اللي شفنا ديال البيكالا كاينه بحالها مطروزه ها هي هادي فيها الطرزه شتو هادي فيها هكا هاد الخطوط كبارين حتى هي مصوفه من الداخل السروال ديالها كيجي هكا بربوري ها هو كيجي مقبوط هادي حتى هي فيها هنا 120 فيها هاد الكريمي فيها السيال هادي كانت 130 تبقى 120 120 كانت 130 ها هو الثمن ديالها الاول شتو ها هو 130 دابا 120 درهم غزاله غليظه سخونه اللي كتبغي بيجامات سخان
هذا الستيل هذا حتى هو العشاق بيجامه في الابيض، هذه حتى هي كتجي هكا كانيش، وثمن هنايا كذلك شفتوا، والسروال ديالها كيجي طاحت، غادي نبيعو عادي الزاز تما في الارض. ها انتم السروال ديالها، ها هو ما فيش هذا الجياب سامبل، السروال ديالها مبره هكا، وهذا كيجي ستيل بيجامه سورفات كيف ما كتشوفوا، غليظه سخونه. شحال كتبقى هذه؟ 140. كيمشي كلها لون واحد، فيها لون واحد لا فيها اللوينات؟ كيتبدل لون الطرزه مع لون السروال. فهمتك سير، فيها الخضر فيها البيج، وفيها بيج البيج مفتوح، وهذاك البلو بيترول الثمن ديالها قلنا 140 من ال تل دوبل اكس ال، حتى هادو 130 ياك 140 150 130 حتى هي كتجي هكا فيها الطرزه اللون السروال كيمشي اللون في اللون، كتجي مقبوطه وهكا في السروال. نشوفوا السروال ديالها حتى هو خير، السروال ديالها كيجي هكا كيجي عريض شفتوا، حلي السروال، السروال ديالها كيجي هكا عريض كيف ما شفتوا. ها هو عندي فيها اللوان توب تسمى العجب، فيها الكري مفتوح فيها البيج وفيها الكري مغلوق 130. عندي هذه حتى هي شوف السروال ديالها، حلي السروال، هذه كتجي حتى هي شوفوا كتجي مقبوطه بلاستيك من التحت، السروال كيجي فيه الجياب توب داك التوب الرطب سخون ها هو، والتريكو كيجي هكا طويل من الظهر وقصير شويه من القدام بديك الطريزه، حتى هي في هذا الاخضر هذا فيها الكري بهذا السروال، ها هو الكري فيها البيج، غيكون لون السروال هو داك الطرزه ها هي، وكاين هذا الكاشيري مغلوق حتى هو الطرزه هي لون السروال. كاينه هذه كانيش حتى هي كلها هكا، وبالسروال هذه كتجي بلاستيك بهذا ماشي بلاستيك بالسلسله، نوريوها لهم هكا ها انتوما كيفاش كتجي هذه. السروال كيكون مطلوق، نشوفوا السروال ها هو، لا السروال هكا فيه مقبوط كتجي نفس اللون بحال البيجامه بحال السروال، فيه لا فيه السنسله وفيه الجياب، كتمشي 130 في هذا الموف في هذا الغوز هذا، وفيها موف اخر ها هو من ال حتى لدوبل اكس ال. عندي هذه ما بقاش فيها بزاف ياك، هذه ما بقاش فيها بزاف، وكنظن تتلبس هذه لانها اوفر سايز مبره، كتجي سورفات. نشوف السروال 140 غتبقى 130 ما بقاش فيها بزاف، السروال ديالها كيجي مبره قطيفه غليظه ها هي شفتوا 130، بقى فيها الغوز فيها البوردو وفيها الكري فيها الكري. كاينه هذه حتى هي بيجامه سورفات هكا كانيش، ها كيفاش كتجي شفتوا بالقب، هذه هذه واقيلا كتجي قصيره، وهنا فيها لاستيك مقبوطه لتحت لاستيك شفتوا كيفاش كتجي، والسروال ديالها حتى هو هكا لاستيك نتوما كلها كانيش ها نتوما من الداخل ومن برا 130 حتى هي، فيها الموف فيها الكحل فيها الاحمر فيها الكري وفيها البيج. 120 هذه 120 صافي سير 120، حنا بغينا غير نقصوا. كاينه المبرة هذيك كانيش ونفسها هذه مبرة مقطنه من الداخل ومقطنه من الداخل شفتوا نفسها، حتى السروال حتى هو غير هذه فيها بان حتى هي فيها لاستيك هنا وفيها في السروال، السروال مخدوم بالجياب شفتوا 100 شحال هذه 120 120 حتى هي فيها البلومارين فيها البيج فيها الغوز فيها البوردو، هادو هما الالوان اللي فيها. البنات هادو حتى هما اليوم 99 درهم تليكيداو من 130 ل 99 درهم، غنبدا لكم بهادي هي الاولى مبرة سورفات، هادي كيف ما كتشوفوا مبرة ديالها خفيفه ولكن هكا في الشده كتلقايها متينه، فيها طريزه هنايا، السروال مقبوط هكا بلاستيك وفيها الالوان، في هاد الفيغ او هذا ها هو الفيغ او، فيها البيض فيها السيال وفيها الكري من ال حتى دوبل اكس ال 99 درهم. نشوفوا الموديل الثاني البنات حتى هو اللي جا هكا حتى هي، فيها الطريزه المبره ديالها كيفاش كتشوفوها، هادو ما فيهمش الجياب، السروال حتى هو كيجي مزوق من التحت مقبوط ماشي بلاستيك مقبوط هكا باندا، وبالكمام وفي هذا الفيغ وهذا خزال مغلوق ها هو، في هذا البيستاش هذا السروال تيمشي نفس ها هو الغوز كاشيري هذا،
وفيها هاد المتغد بالماغو هاو من الال حتى من الام من الميديوم حتى دوبل اكس ال 99 درهم بدل 130 طروا بياس. شوفوا لي هاد الموديل البنات ما شاء الله موديل غزال هذا ما كيبقاش. شوفوا كيفاش كيجي فيه هاد الدونتيل هذا هنا الدونتيل هنا وكذلك هنايا وهنايا شوفوا قطن ومن هنايا شوفوا كي دايره سخونه يعني تبت القطن من هنا ومن هنا هكا مصوف بالسروال ديالها كذلك البينوار توب ديالو كيجي بحال هكا مطلاسي حتى هو فيها الدونتيل هذا هنايا وفي الكميمات وكذلك في الجيب. هذه هي البنات 250 شحال غتبقى لهم اليوم 230 عندي فيها هذا الموف هذا اللي كتلبس من ال حتى لدوبل اكس ال عندي فيها هذا الباج هذا ها هو عندي فيها هذا الغوز ها هو وعندي فيها هذا الموف عندي فيها ثلاثه ديال اللوينات وتتلبس من ال حتى لدوبل اكس ال. هاد الطروه بياس هي كي جات ما شاء الله هادي تا هي انيقه هادي جات بالبينوار كانيش هكا غليظ شي نفيسه عريصه تا هما واللي بغات تاخذ طروا بياس علاش لا. حتى التريكو ديالها كيجي هكا موبرا هكا بهاد الطريزه هادي هنايا السروال تا هو موبرا بالحزام ديالها الكول ديالها كيجي هكا وفيها الالوان فيها هاد الغوز هذا ها هو من ال حتى دوبل اكس ال وفيها هاد ماشي هاد الموف لا راه فيها البيج فيها الغوز كاين جوج الموديلات كاين هذا اللي كيجي بينوار هكذا وكاين هذا الموديل هذا نفسه كيتبدل غير البينوار اما حتى هي فيها هنا هاد الرسمه هادي فيها الغوز فيها السومو وفيها هذا الموف واعر هذا انا غنجبدو لكم هكا. المهم كنبغي نوريكم كلشي واخا فقصني التصوير اليوم ها نتوما شفتو كي جات شوف ها نتوما شوفوا هنايا الكول يعني نفسها حتى هي هكا مصوفه غير هذا كيجي بحال هكا من هنا وهذا من هنا فيه هذا اللون فيه هذا الموف فيه السومو سومو فيه درجات من ال حتى للطروه اكس ال وفيها حتى البلونكاسي ديالها شحال كتمشي هذه 220 درهم ديرش لها هكا 220 درهم عندي هذه حتى هي مبرا هذه مبرا خفيفه عاوتاني اللي ما كتبغيش شي حاجه ثقيله كتجي المبرا ديالها بحال هكا وتا هي فيها هاد الدونتيل هذا هنا في الجياب وفي الكول وفي البيجاما تا هي من ال حتى لدوبل اكس ال والالوان ديالها هذه فينا هما اللون هذا هاد الفيغ او هذا فيها هاد الغوز هذا ها هو وفيها هاد الباج هذا راه باج باج غوز وهاد الفيغ او هذا وفيها السيال من ال حتى لدوبل اكس ال والثمن ديالها 200 درهم هي البنات. هاد جابادور كي جات حتى هي غزاله شوفوا لي المبرة ديالها كيفاش جات الكميمات فيهم هاد الدونتيل هذا وكذلك هنا وحتى السروال ديالها شتو جات غزاله هذه وهادو تما من البيجامات اللي ما غتلقايهاش ضايعه في السوق هذه عندي فيها هاد اللون هذا حتى المرضعات للحوامل كذلك شوفوا المبرة ديالها كيفاش دايره ما شاء الله محفره كاين فيها هاد اللون هذا هاد الباج هذا ترابي فيها هاد السيال هذا شتو السيال ديالها شوفوا بهاد الشبيكه وفيها هاد الكاشيري ثلاثه ديال الالوان حتى هي من ال حتى دوبل اكس ال والثمن ديالها 150 درهم. البيجاما الطويله وغنبدا لكم باول موديل اللي حمقني هذا البنات شوفوا ليا ها نتوما هذا غادي يبقى فيه ثمن زوين اليوم واعره هاد البيجاما و 130 بدل 150 كتجي هكا كلها مصوفه من الداخل من ال حتى لدوبل اكس ال كيجي دونتيل هنايا شفتوا الستيل ديالها ما شاء الله كيداير انيقه وعندي فيها الالوان الالوان ديالها غزالين فيها هاد اللون هذا اللي عجبني فيها الفيغ او ديالها ها هو فيها هاد الباج كريمي حتى هو زوين فيها هاد الموف مغلوق اللي وريتكم والموف هذاك الشكل اخر واقيلا ياك ولا هي الموف الموف ديالها كاينه هذه اللي كتجي كاني شلطروا اكس ال 130 120 درهم سير ها هي حتى هي فيها هذا اللون فيها هذا الموف هذا فيها الغوز جوج ديال السومو الغوزات مفتوح مغلوق وتا الباج جوج الباجات من ال حتى لطروا اكس ال 120 عندي هذه الثوب اللي كنقول لكم الثوب العجب ياك ثوب تركيا هادي مطروزه هكا الثمن ديالها 120 درهم 120 فيها هاد اللون فيها هاد الفيغ هذا فيها هاد الخضيضر الموف درجات وفيها هاد الازرق بلوجين من ال حتى لدوبل اكس ال عندي هادي شوفوا حتى هي 130 هادي مبرة ديالها ماشي مضوبله بهاد الدونتيل هكا ها هي حتى
هي 130. كاينه هذه على ستيل كسيوه كتجي هكا عريضه، شوفوا هذه تبارك الله شحال عريضه، شوف شحال تلبس فيها بيجامه حتى ل 5 اكس ال هذه، شوفوا تبارك الله قداش، و 130 ها هي حتى ل 5 اكس ال كيف ما كنتي غتجي قدك، وفيها تلوينه غزاله، فيها هذا الاخضر، فيها هذا الغوز هذا ها هو، وفيها هذا الموف، الوان فيها فنين، هذه فيها غير الطروه والكاط و 5 اكس ال 130. كاينه حتى هذه حتى هي 3 اكس ال حتى هي تبارك الله عريضه، هذه كلها كمصوفه يعني كانش مطروزه حتى هي 130. عندي فيها هذا الكري مفتوح، هذه الكريات اللي فيها شفتوا ثلاثه ديال الالوان، وكاينه هذه 140 160 150 كتبقى 140 تتوبها زوين طازه، وحتى هي فيها هذه التلوينه هذه، هذه البيجامه الطويله والاثمنه ديالها. نشوفوا كاين البينوار هذا الشكل هذا في البينوارات، هذا موبرا وفيها الدونتيل هذا هنايا 150 درهم شفتوا، ومن هنايا دير بحال الفوده، في واحد الثوب زوين دير بحال الفوده هنايا، ها انتم فيه الالوان، المقاسات اللي فيه توا من ال حتى الدوبل اكس ال، عندي من الام من الميديوم حتى الاكس ال، عندي فيه هذا الاحمر، عندي فيه الغوز، عندي فيه هذا اللوين موف، عندي فيه البلو مارين، كاين هادو اللي مزوقين هكا، هادو بشحال تيمشيو؟ 120 هادو 120 درهم هكا، هذا كانيش من هنا ومن داخل، فيه هذا البوغدو وفيه الازرق، المقاسات ديالهم من الام حتى الدوبل اكس ال حتى الدوبل اكس ال، وكاينين هادو القصارين، هادو القصارين شحال كيمشيو هادو؟ 120 هادو مشي، هادو كيمشيو 120، هادو ب 100 درهم، هذا ب 100 درهم ها هو ما شاء الله 100 درهم، هذا اللي كتبغي بينوار قصير ها هو، كاين هادو كاين هاد الشكل هذا 120 درهم، شوف هذا بالقب، هذا بالقب 120، هادو اللي هاد القصار كيكونوا مطلوبين بزاف من ال حتى للدوبل، فيه هاد اللون، فيه هاد الباج هذا، هاد الكري فيه هاد الباج، وكاين عاوتاني هادو حتى هما هكا طوالين عاوتاني هذا بشكل اخر، هادو 80 درهم هادو طوال، نشوف هاد البينوار غيبقى ب 80 درهم 120 80 درهم، يلا اللي باقا ما خداش بينوار ها هو 80 درهم بينوار البنات، وكانيش شوفوا ليا، وفيه الالوان، فيه هذا الموف هذا، واش فيه العدد ولا كميه محدوده؟ كميه محدوده، كميه محدوده هكاك باش ما نجوش قولوا ليا ما لقيناش لا طيفه، وفيه الاحمر، الاحمر ديالو 80 درهم فيه كاين، وفيه هذا الازرق بلوجين هذا حتى هو 80 درهم، يلا بيجامه ب 50 وبينوار ب 80، وهانتي لابسه ما شاء الله، كاينين هادو شحال تيمشيو هادو؟ هادو 150 ما عندك فيهم؟ ما بقاش فيهم بزاف، ما بقاش فيهم بزاف، اوكي هادو؟ هادو حتى هما القصار، هذا طويل، هذا شحال كيبقى؟ هذا 150، هذا 150، هذا هادو اللي قصارين، هادو اللي قصارين شحال هادو؟ هادو دو بياس، نشوفوا هاد دو بياس هادي، بالسروال بينوار وبالصيفات كتجي زوينة، شحال كيمشيو هادو؟ هادي كانت 150 خليناهم 140، 140 بيجامه بالصدف هكا كتجي بينوار وبالسروال 140 بدل 150، فيها هذا اللون هذا فلورا، فيها هذا اللون، فيها هذا اللون ياك، هذا اللون وهذا اللون، حتى هما ما بقاش واقيلا فيهم بزاف، كاينه فيهم شويه، كاينه فيهم، كاينه فيهم شويه ديال العدد، نعمه الرجال حتى هي ما نساوهاش 150 درهم، كاين موديلات بزاف، هادو موبرا فيهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، وهادو كيكونوا وافين المقاسات ديالهم، كاينه هذه هكا مطلوقه وكاينه هذه هكا باندا، شفتوا ها انتما كتكون باندا، انا غنوريكم هنا الشكيلات واللوينات هنايا، ها انتما بحال هذه الكحله ها هي، كاين هذا الشكل هذا زوين حتى هو، شوفوا كيفاش كيجي هذا الاحمر هذا، السروال ديالها كيجي في هذا الشكل، هذه كتجي مقبوطه ها انتما شفتوا، انوري باش يهز ليا، اجي هز ليا باش يشوفوا، عطاك السر هز ليا هادو، هادو كوريتهم ليهم، واخا السروال ما بانش مزيان حتى تحل لهم، هذا السروال هو الاول هذا ها هو، هذا اللي بالاحمر كيجي السروال مطلوق هكا، سير عطيني، كاين هذا الشكل هذا، هذا حتى هو زوين، هذا الازرق هذا ها هو، فيه هذا اللون، كاين فيه الاحمر ديالو، عطيني الالوان اللي هنا، هادو 150 درهم هيا، هادي النواغ بالكرونة، سير ماشي مشكل، كاين هاد الباج هذا 150 كلشي، سير عطيني الألوان اللي باقيين، كاين هادي شتو، هادي كي دايرة تاهي زوينة ما شاء الله، مبرة وباقي الألوان هانتوما، كاين هاد الشكل، كاين هاد الشكل، كاين حتى ديال الصغار تا هما كاينين، هادو قلتي ليا ديال الخيط
هادو وريني هذه هادو هادو 180 ياك هادي 180 هادو كيجيو هكا خيط التوب ديالهم كيكون سخون بحال الكشمير كيكون هكا اللون السروال تيكون هنايا في ال ها هو شتو 150 درهم بيجامة ديال الرجل 150 وهذا الموديل 180 باش نكون واضحين في الأثمنة راه حتى اليوم البنات هما البيجامة ديال الكرتونة غنصدمكم بالثمن غنقول لكم 1000 ريال شوفوا البنات 50 درهم هادو اليوم كادو فابور بيجامة شوفوا حتى هذه غير الإكس إل تبارك الله وقداش وباقين فيهم الألوان راه ما وريناش كل شيء شوفوا هذه كبيرة الإكس إل كبيرة ها وحدة شوفوا التريكو هزها من تما باش ها هي شتو نتوما هادي غير الاكس ال تبارك الله ديالها قداش 50 درهم 1000 ريال بالكرتونه كادو 1000 ريال 1000 ريال عطيني هذاك ها هي 50 درهم كاينه حتى هاد الغوز هادو 50 درهم هادو كادو للمتابعين ديالي باش يستافدوا بيجامه ب 1000 ريال يلا سارعوا راه فيها واحد الكميه ان شاء الله باش كلشي يستافد وكل وحده تاخذ بياسه كل وحده تاخذ بياسه ماشي تجي تاخذ لك 4 3 باش كلشي يستافد غتقول لطيفه راكي انانيه لا بالعكس باش كل وحده تستافد كل وحده تاخذ من المحل بياسه ان شاء الله 50 درهم تاخذ في هذا اللون في هذا اللون في هذا اللون فيهم حتى الدوبل اكس ال فيهم حتى الدوبل اكس ال لهنا غنختم ان شاء الله حيت كاينين الناس كيتقضاو كيف ما كتشوفوا لطيفه ضروري خصها دير الروينه بالنسبه للمحل راه تيديروا حتى الجمله كاينين الموديلات ديالهم اللي كيبيعوهم بالجمله يعني كاينه الجمله الاولى بحال السيده اللي جات من جديده كنقول لها بصحتك ما عرفتنيش كنقول لها بصحتك وراحتك خدات كل موديل منه بياسه جوج شبه جمله كتسمى وعاد كاينه الجمله اللي بغاها ان شاء الله مرحبا بكم نحط لكم الانستغرام باقي مشاهدين في الانستغرام لا الحمد لله خدامين في الانستغرام الله يسخر لكم ان شاء الله تهلاو لي في المتابعين مرحبا مرحبا انا عارفكم كديروا جهدكم انا كنشوف الله يعطيكم الله يعطيكم الخير يلا البنات في امان الله الى فيديو جاي ان شاء الله سلامه.